ونتحول الآن لمتابعة لأهم وأبرز الأخبار الاقتصادية. أخبار المال والأعمال تأتينا بها مرنا إيهاب. إليك مرنا. شكرا لكما محمد وأدا، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أعلنت شركة شفرن الأمريكية عن اكتشاف حقل غاز جديد في البحر المتوسط أمام العريش، وقدرت الشركة احتياطات الحقل الواقع في منطقة النرجس البحرية بنحو يقدر ب 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز. وكانت شركة شفرن قد وقعت 3 اتفاقيات العام الماضي للبحث عن الغاز الطبيعي في 3 مناطق بالبحر المتوسط تتضمن منطقة شمال سيدي براني ومنطقة النرجس البحرية ومنطقة شمال الضبعة. عقد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين اجتماعا بمقر المنطقة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة استكمال أعمال التطوير بالموانئ التابعة ومستجدات المشروعات بالمناطق الصناعية وتكاملهما معا. وتطرق الاجتماع لمناقشة إنشاء شركة استثمارية تابعة للهيئة والتي ستمثل ذراعا استثماريا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي سيمكنها من المشاركة بحصص في مختلف مشروعاتها وخاصة مشروعات الوقود الأخضر. شهدت حركة الملاحة بقناة السويس عبور سفينة الحاويات العملاقة إيفر أتوب، وهي أكبر وأحدث سفينة حاويات في العالم في أولى رحلاتها البحرية. وتعد السفينة هي العاشرة ضمن سلسلة من أحدث سفن الحاويات العملاقة التابعة للخط الملاحي إيفر جرين، وتتميز بأبعادها الضخمة إذ يبلغ طولها 400 متر وعرضها 61.5 وغطسها 16.30 مترا، وتبلغ حمولتها 224 ألف طن، وتتخطى طاقتها الاستيعابية 24 ألف حاوية. وفي سوق المال تفوق أداء مؤشر الأسهم القيادية على نظرائه بالمنطقة ليغلق مرتفعا، بينما انخفضت الأسهم السعودية والقطرية بفعل ضعف القطاعين المالية والبتروكيماوية. وأنهت البورصة المصرية تعاملات أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدعومة بمشتريات محلية. وصعد رأس المال السوقية بنحو يقدر ب 23.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 913.9 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 14.78 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 2668 نقطة. وصعد مؤشر إيجي أكس 100 بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 3900 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 24.55 جنيها للشراء و 24.62 جنيها للبيع، وسجل اليورو 25.87 جنيها للشراء و 25.96 جنيها للبيع، في حين وصل الاسترليني إلى 30.16 جنيها للشراء و 30.28 جنيها للبيع. وبالنسبة إلى العملات العربية، فسجل الدرهم الإماراتي 6.68 جنيها للشراء و 6.70 جنيها للبيع، وسجل الريال السعودي 6.53 جنيها للشراء و 6.55 جنيها للبيع. قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن ألمانيا ستبرم ما يسمى بعقود حماية المناخ مع الشركات الصناعية العام المقبل لدعم الانتقال نحو الانتاج الأنظف والتحول إلى الهيدروجين. ويخطط هابيك لمنح الشركات العاملة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها الكيماويات والصلبة ترتيبات للحصول على دعم لمدة 15 عاما، وذلك مقابل تقليل انبعاثات الكربون في انتاجها.
Und ich glaube, dass die Industriepolitik und der Industriekongress heute just timely, genau zum richtigen Zeitpunkt stattfindet, um den Kompass zu eichen, den Blick nach vorne. انتهت جولتنا الاقتصادية، العودة إليكم مرة أخرى محمد وأدا. شكرا لك مرنا.